عارف ان انت كنت بتتفرج على مباراه اينتراخت فرانكفورت منذ لحظات، مباراه اينتراخت فرانكفورت في كاس المانيا، وشفت عمر مرموش وشفت هدفه، هدف الفوز بعد ما نزل كبديل لاعب المصري الكبير. رايك ايه فيما يقدمه عمر مرموش في ملاعب كره القدم الالمانيه في الوقت الحالي؟ عمر مرموش لعيب عالمي عالمي. من وجهه نظري انا كلاعب كوره في يوم من الايام، انا شايف ان سنه مناسب جدا حاليا. عمر مرموش لغايه فتره قدام كبيره، ما نقدرش نقول سنه او اثنين او ثلاثه يمكن اكتر، هيلعب وهيدي اكتر. عمر مرموش بيلعب بطريقه وبشكل اوروبي، ومفيش حد يقدر يختلف عليه في الملعب، وهو دايما بيأدي بشكل كويس جدا. لو لك ان تنصح بايرن ميونخ، هل من الممكن ان تنصح بايرن ميونخ بالتعاقد مع مرموش في المستقبل القريب؟ انا مش لازم اقول الكلام ده، لان عمر حاليا بيلعب في الدوري الالماني وهم شايفينه بيلعب ازاي، وانا مش محتاج ان انا اتكلم عن عمر مرموش. بايرن ميونخ عارف ان عمر لعيب كبير جدا، واي فرقه يعني تتمنى ان هي تضم عمر مرموش حاليا يمكن في الدوري الالماني. من وجهه نظري انا عمر مرموش هيضيف كتير لبايرن ميونخ.